كان صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة لدى مغادرة جلالته البلاد اليوم من قاعدة الأسخير الجوية. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد زيارة لمملكة البحرين استغرقت عدة أيام. هذا وأجرى عاهل المملكة المغربية الشقيقة خلال زيارته للمملكة مباحثات مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وتعزيز التعاون بينهما، كما جرى خلالها التوقيع على بروتوكولين وبرنامج تنفيذي للتعاون بين المملكتين الشقيقتين. وقد استعرض جلالة العاهل المغربي ونائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، كما كان في الوداع عدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعادة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين وكبار المسؤولين في المملكة من مدنيين وعسكريين.